السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا جهاز آيفون إكس عليه إصدار 16.7.7. نعمل له تخطي لحساب الآي كلاود بأداة FW Unlock. ياريت إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. طبعا نزل تحديث قبل يومين، كل الادوات القديمه لما تيجي تفتح الاداه راح يحكي لك انه في تحديث جديد. تفتح الاداه اللي هي الاصدار الثاني، الاداه بتدعم لغايه اخر اصدار في جميع الايفونات. نفتح الاداه، طبعا زي ما انتم شايفين شغالين على ويندوز 11، يعني ويندوز 11. الاداه الان مدعومه على ويندوز 11 بشكل فعال، والجهاز زي ما انتم شايفين مسكر اي كلاود، وهنا زي ما انتم شايفين مسكر اي كلاود. نفتح الاداه بالشكل هذا وبنفعل الاي سي اي دي، راح اشرح في نهايه الفيديو طريقه التفعيل. مباشره بندخل على خيار الرام ديسك 15 ل 17. زي ما شايفين الاداه 16.7.7 الاي او اس اللي على الجهاز، فبختار خيار اي او اس 16. الان بختار خيار المانيوال مود، بحسه افضل وعملي اكثر في الاداء. ومباشره بعمل جنريت هالو، بضغط عليها وبضغط اوريجينال اسال. هون عملت العمليه الاولى بشكل ناجح 100%. الان الخطوه الثانيه مباشره بدخل الجهاز بوضع الديفيو مود، بضغط على دي اف يو هيلبر، بعدها بضغط التالي والتالي. راح يدخل الجهاز الان في وضع الريكفري، ننتظر لغايه ما يدخل بالريكفري. بعد ما دخل بوضع الريكفري نضغط على ستارت مع الباور وخفض الصوت، نرفع ايدنا على الباور لما يصير على رقم 7. هيك الجهاز دخل في وضع الديفيو مود. بضغط اوكي وبروح مباشرة على خيار باوند من هذا الخيار وبضغط عليه. بنتظر لغاية ما الجهاز يدخل في عملية الباوند. أهم شيء تكون التعريفات عندك صحيحة. نعمل ريفرش نتأكد إنه زي ما أنتم شايفين كتب جاستر، معناته بس تضغط على هاي الريفرش اللي هون بيعطيك إنه جاستر، معناته هيك دخل في وضع الباوند. الآن بضغط على الخيار اللي بجنبه عشان أنزل ملفات الرام ديسك. هون انا في الحاله هاي معطيني انه الملفات اوريدي نازله. انت لما تضغط عليها راح يصير يعد عندك العداد لغايه ما يكمل 100، بعدها بتكون خلصت هاي الخطوه. بس احنا اختصارا للوقت لانه بحق فيها عمليه تحميل. بنروح على الخيار الثالث وبنضغط عليه بوت ديفايس. ننتظر الجهاز يقوم في عمليه البوت. زي ما شايفين الجهاز بياخذ الاوامر والان بيقوم بعمليه البوت. يا ريت اذا ما كنت لسه عامل لايك تعمل لايك تدعمنا نكمل بهذا المحتوى. تشترك طبعا بالقناه. راح اشرح لكل جهاز بشكل منفصل عشان تكون العمليه سهله على الجميع. صار 74%. تعمدت اشرحه على ويندوز 11 عشان كل يعرف انه صارت تدعم ويندوز 11 بشكل فعال. شفتوا كيف خلصت العمليه البوت بشكل كامل. بنتظر لغايه ما تتفعل خيارات بالشكل هذا التضوي معي. بروح على كونكت اس اس اتش، بضغط عليها.
عمل عملية الأسسات بشكل ناجح. الآن آخر خيار بقوم فيه generate hello آسف hello active hello بضغط عليها اللي هي آخر خطوة راح أعملها. انتظر ليأخذ الأمر. مباشرة بضغط على Original SN وبنتظر ليكتمل العملية هون 100%. زي ما شفتوا Activation Successfully وعمل بلوك للتحديث، عمل منع التحديث ومنع انه الجهاز ينعمل له ضبط مصنع. الآن بننتظر الجهاز ليفتح بشكل كامل. طبعا هذا جهاز لصديق لنا متابع ساعدنا بعمل هذا الفيديو، جهازه على آخر إصدار. زي ما شفتوا الجهاز فتح بشكل كامل 100% وما عليه أي مشكلة. هلأ طريقة التحديث، طريقة تفعيل الأداة، بدك تنسخ هذا الرقم الـ ICID. مجرد ما ضغطت عليه انت هيك نسخت هذا الرقم. ما تنسخ الرقم من أداة ثانية، فقط من هاي الأداة. بعدها مباشرة بدك تفوت على الموقع FW Unlock وبتقدر تعمل تسجيل دخول وتفعل السيريال من داخله، أو تعمل دفع من هون من ديبوست وتتواصل معي عن طريق الانستغرام أو الواتساب وتبعت لي السكرين شوت للتحويل أو تسأل عن طرق الدفع المتاحة ونفعل لك السيريال نمبر تبع جهازك. طبعا راح تكون في قائمة تشغيل، هاي القناة، بتفوت على قوائم التشغيل. مجرد ما فت على قوائم التشغيل تلاقي هنا في قائمة مكتوب عليها FW Unlock. لما تضغط على هاي القائمة راح تلاقي انه كل الأجهزة اللي بنشتغلها على هاي الأداة راح تكون مدعومة، 6 7 كذا، كل الأجهزة اللي راح تكون تحت بعض هون راح تلاقي جهازك وتشتغل بنفس الخطوات وتشتغل معك 100%. هذا كان الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. نراكم في فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك بالقناة واللايك. نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.